ومن جانب آخر، أشارت سعادة وزيرة شؤون الشباب إلى حرص الوزارة على طرح العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز تواجد الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات ليكونوا قادة في المستقبل. بالتوجيهات السامية اللي نتلقاها، فإحنا في وزارة شؤون الشباب نحرص على تقديم برامج ومبادرات نوعية تعنى باهتمام وشغف الشباب الحالي. فقدمنا العديد من المبادرات والبرامج، ونذكر بعضها على سبيل المثال للحصر. عندنا مدينة شباب 2030، المشروع الوطني لامع، مشروع مساري، مشروع سفراء الشباب البحريني اللي راح نفتح المجال للنسخة الثانية هذه المرة أيضا. وأيضا قدمنا مبادرات جديدة مثل مبادرة عوايدنا اللي ترسخ الخلق البحريني الأصيل والتمسك بهويتنا الوطنية، ومبادرة حديث اللي تفتح المجال للشباب للكلام المباشر والحديث عن تحدياتهم وعن آرائهم بشكل مباشر مع القيادة. وأيضا بمناسبة يوم الشباب البحريني هذه المرة، قدمنا مبادرة جديدة بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، هي مبادرة الشاب الاستثنائي، لأن احنا فعلا دائما نريد تسليط الضوء على الشاب الخلوق الطموح الاستثنائي في عمله. فراح نسلط الضوء على الشباب الاستثنائيين في القطاعين العام والخاص. ولله الحمد أيضا في 2023 بمباركة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، تم تدشين الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب.